بيت وتعرفوا تعملوا يعني تقرير، تقرير من بروجكت اد ويندوز 4. كانش نفسي تبقى الطريقه كده، اف ار ام ريبورت، ريبورت كاستمر مثلا، واقول له اد ضيف. على فكره هتلاقوا في فيديوهات عندي للحاجات دي، تقارير ما شاء الله التفصيل. طبعا التقارير مش صعبه، مفيش برمجه يعني، اختيارات كده وحاجات لذيذه يعني. ما علينا، هاجي هنا من التول بوكس، اخش على ريبورتنج، هلاقي عندي حاجه اسمها ريبورت فيور. الحاجه عندي اسمها ريبورت فيور، انزل ريبورت فيور، نزل له عشان اخليه على قد حجم الصفحه، وفي نفس الوقت عشان لو شد الصفحه يكبر معاه، ولو صغر الصفحه تصغر معاه. اقول له دوك ان بيرنت كونتينر، دوك ان بيرنت كونتينر يبقى على قد الصفحه، بحيث لو شديت الصفحه او صغرتها يكبر ويصغر معايا. طيب دي الدوك، في ديزاين، في تختار الريبورت بتاعك. هو في ريبورت اصلا؟ فممكن تختار ديزاين نيو ريبورت، عايز اعمل تصميم تقرير جديد. مش هلحق انا عارف. اعمله. قال لي هتقوم على داتا بيز، قلت له اه يقوم على داتا بيز، نيكست. قال لي هشغلك على شكل داتا ست، شغلوها على شكل داتا ست، نيكست. داتا بيز اسمها ايه؟ تحكوا ان رابطينها ام اسمها ام اس دي اي اورا، فاكرين؟ اسمها ام اس دي اي اورا. لو عايز تتاكد الكونكشن سترنج بتاعها ايه؟ لا 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 ماشي. قلت له ضيف لليوزر والباسورد، اختار يس انكلود سنسيتيف داتا، ادخل حتى البيانات اللي هي المفروض تبقى محميه، اللي هي مين؟ الكونكشن سترنج اللي هو اليوزر نيم والباسورد. علمت على يس انكلود، نيكست. قال لي ايه رايك اسيب لك الكونكشن سترينج دوت عشان ما تقعدش تنادي عليه تاني؟ قلت له ماشي، نيكست. قال لي انه جدول عايز تعمل عليه التقرير بتاعك؟ خد بالك هو دلوقتي بيبني حاجه اسمها داتا ست، بيانات كلها اللي هتعمل عليها كل التقارير، المفروض تختار كل الايه؟ كل الجداول وكل الفيوز، لو عندك فيوز كمان انت عايز تعرض عليها، فاختار كل الجداول الاول، وبعد كده ابقى احدد في التقرير انه جدول اللي انا عايز اجيب منه. فهنا هقول له الجداول كلها، قال لي كل الجداول دي، قلت له لا 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 عشان عامله دي بي ايه، فتح كل البيانات. قلت له لا انا عندي الكاستمر، اللي هي جوه السلام، والاوردرز، الاوردر ديتيل، والاوردرز، مين تاني؟ كاستمر والاوردر، اوردر ديتيل، والبرودكت، والبرودكت، واليوزرز. خلاص اخترت كل جداولي وقلت فينيش. مستعجل. قال لي كلام جميل، قال لي هتشرح عنه جدول من الجداول اللي انت اخترتها. قلت له جدول الكاستمر. قال لي كاست اي دي وكاست نيم، قلت له ايوه هو دول، نيكست. قال لي عايز تعرض مين؟ قلت له عايز اعرض ده وده وده، كل دول اشد اللي عايز اعرضه اشده واحطه هنا في الفاليوز، اشد ده هنا كده واحطه في الفاليوز، اشد ده هنا كده واحطه هنا. لو كنت عايز اعمل جروب باي لحاجه بحطها هنا. خلاص مفيش عندي جروب باي، كلهم كده على بعضهم، نيكست. قال لي تحب شكله يكون بالمنظر ده؟ قلت له ماشي شغال، نيكست. انه لون؟ قلت له لون اكيد ابيض واسود، لون الحياه، نيكست، فينيش. خلاص عملوا لي اهو كده، البيانات بتاعتك جهزت. طبعا ممكن اكبر كده اللي انا عايزه، اكبر الحقول كده زي ما انا عايزها،
خلاص اصغر الحجم بتاع ديت، اعمل هنا كليك يمين واقول له عايز احط بقى تايتل كده من فوق زي اللوجو بتاع الشركه والحاجات دي يعني. وبعمل كده كليك يمين اقول له اد اد بيج هيدر واد بيج فوتر. ادي البيج هيدر، عايز انزل صوره هنا كده، اروح على التول بوكس هتلاقي كله مقفول. خلاص قدامي 5 دقايق. المفروض اعمل كليك يمين، انت بخلص التقرير وبعد كده اقول لكم هتسلموه ازاي. كليك يمين وانسيرت، انسيرت ايمج، واطلع اختار الصوره اللي انا عايزها. اللي هو اللوجو بتاع الشركه. مثلا وليكن كان ده لوجو الشركه. قوم دايس اوكي. وانزل كمان من انسيرت تكست بوكس واكتب فيه اسم الشركه مثلا السلام كامبل. اكبر الخط زي ما انا عايز او من هنا على طول. خلاص يعني بقى نزل بقى كده كده ظبطت. طبعا انظمه شويه، اجي هنا على الشاشه اللي اسمها اف ار ام ريبورت كاستمر، واقوم قايل له انو كاستمر، اقول له تشوز ريبورت واختار الريبورت اللي انا عملته. بس لو حبيت ارن كده حبيت اوريكم بس الاف ار ام كاستمر، اوري لكم الريبورت كاستمر، اخش فيه بروجرامز دوت سي اس، اقول له اف ار ام ريبورت كاستمر هو اللي شغله لي. ادوس اف 5 قال التقرير ايه؟ قال التقرير بتاعي. يلا بره.